الهدف العام من هذا المركز هو أننا نضمنه يعني مشاريع مديرة للدخل للوليدات. ومناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة كنفتتحوا المعرض الأول المنتوجات اللي خدموا الوليدات يعني لهاد السنوات من 2019 الآن باش نعرفوا يعني بالمركز وبالقدرات ديال الوليدات. ونتمنوا بأن الناس يعني يجيو يشجعوا الوليدات بأنهم يشريوا المنتوجات ديالنا باش نزيدوا بأننا نطوروا البروجي وباش إن شاء الله واحد النهار نحتفلوا يعني بمداخل الكل الطفل وكل شاب عندنا بالمركز. لقاء تواصلي اليوم اللي استقبلنا فيه واحد العدد ديال الأطر الطبية والشبه الطبية من المستشفى الجامعي ابن رشد ومن مستشفيات أخرى، دونك باش يكون واحد تواصل بين الفريق الطبي والآباء وأمهات وأولياء باش يعني نشوفوا اشنا هما الاشياء اللي حققنا واشنا هما الاشياء اللي ممكن اننا نزيدوا نشتغلوا عليها في المستقبل. ونعرفوا بان راه هاد الوليدات اللي في وضعيه اعاقه عندهم قدرات وعندهم امكانيات والاعاقه عند الاخر اللي كيشوفها فيهم. اما بالعكس حنا كل يوم كنتفاجئوا يعني بالابداعات يعني بالمنتوجات اللي كيخدموا وهذا كيشرفنا. وكنتمنوا يعني بان من كل يعني الفعاليات ديال المجتمع المدني انها تجي مرحبا بها المركز يعني مفتوح من 8:30 حتى 3:30 من الاثنين حتى الجمعه ويشوفوا عن قرب يعني الوليدات وهم يعني في الورشات باش يعني يشجعوهم ويشجعوني يعني على المزيد من العطاء. هاد الوليدات انا كان ملفت نشوفهم عندي في لي كونسلطاسيون دونك متبعاهم، ولكن الاحتياجات ديال الاباء وديال الاطفال اليوم عاد تعرفنا عليهم بشكل افضل. دونك عندهم بزاف ديال الاحتياجات بزاف ديال المطالب اللي سي فري كتحسنوا هاد السنوات الاخيره مع مختلف الجمعيات والادماج في المدارس العموميه، ولكن مازال هادشي مازال خاصو يتطور وخاصو يتحسن وخاصو يتنظم، سورتو خاصو يتنظم. ننصحوا اولياء الامور اول حاجه هو التشخيص المبكر، لان التشخيص المبكر ديال بزاف ديال الامراض غادي يعاوننا ما يكونش عندنا واحد الاعاقه صعبه من بعد. دونك كتكون الا كان لا بريزون شارج كتكون بكري، دونك كتكون نسبه الاعاقه كتقل مع الوقت. ودماغ ديال الطفل صغير سورتو اقل من 5 سنين كيكون باقي لي كاباسيتي باش يتعلم واش هذا. دونك كنصحوهم اولا فين ما كان عندهم شي شك بان الطفل ديالهم عنده يا اما اعاقه ذهنيه او اعاقه جسديه يتوجه لاقرب طبيب واخصائي اطباء الاطفال، لانهم هما يا في الاختصاص ديالهم وفي التكوين ديالهم كنكونوهم باش يديتكتيو هاد الامراض بشكل مبكر. هاد المنبر هذا كنبغي نوصل النداء ديالي لاي مسؤول، اي مسؤول كما كان النوع ديالو، انه ياخذ بعين الاعتبار حقوق ديال هاد الوليدات. ضايعين بزاف في الحقوق ديالهم، وحنا بالمناسبه ديال اليوم العالمي للاطفال في وضع اعاقه كنتمناو من هاد المسؤولين هادو انهم يشوفوا بعين الرحمه لهاد الوليدات هادو. عندهم بزاف د الحوايج خصهم يساعدوا فيهم، عندنا قله المراكز، مراكز بحال هاد الوليدات ما كاينينش عندنا، حنا ما كيعتبروهمش كاينين، خصهم مراكز. وهاد المراكز خصنا اطور مكونه في هذا المجال هذا، لان كاين عندنا واحد الخصائص كبير مهول بالنسبه لهذا التخصص هذا. وهذا مجال من جهه المسؤولين ان يفتحوا باب ورش للتشغيل كاي مدرسه عموميه كاي تكوين مهني، يخلقوا كاي تكوين مهني، يكونوا الشباب والشابات اللي غادي يوقفوا بجنب هذه الوليدات هذو. باختصار ملي كيكون عندك واحد الطفل معاق في المنزل راك انت معاق، تترك تكون معاق. هذه راه خصها تكون يعني خص يعرفوا المساله هذه، والدوله خصها تلعب واحد الدور بهاد الوليدات هادو. راه كاين واحد الخصاص كبير وخصهم يعطيو واحد التفاته لهاد الوليدات هادو، خصهم بزاف.